اليوم هي التورته بالبرتقال، كتجي بارده لهذا الموسم ديال الصيف، لذيذه بزاف ومنعشه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار. كتجي بثلاثه ديال الطبقات، رائعه بزاف. شكرا لكم كل المتتبعين شهيوات ام العربي على الدعم والتشجيع ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك وبارطاجيو الوصفه مع الاهل باش تعم الفائده. ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم ورحمه الله. ندوز المقادير وطريقة التحضير بإذن الله ديال هاد التورتة اللي غنحتاجو فيها جوج بيضات، سبعة المعالق كبار ديال السكر، سبعة المعالق كبار ديال الحليب سائل، سبعة المعالق كبار ديال الزيت، كيس ديال خميرة الحلوة، كيس ديال السكر فاني، وتسعود المعالق كبار ديال الدقيق الأبيض. هادو هما المكونات. طريقة غادي في الخلاط، غادي ندير هادوك جوج بيضات مع السكر الزيت والحليب والسكر فاني. غادي نخلط هاد المكونات مزيان ونتلاقاو هنا اخواتي. من بعد ما تخلط لنا الخليط ديالنا على هاد الشكل، دابا غادي نضيف هذاك الكيس ديال الخميرة مع تسعود المعالق ديال الدقيق الأبيض. واحد، جوج، تسعود كيس ديال الخميرة الحلوة. نخلط هاد المكونات. قبصة الملح راني دايراها مع الدقيق ضرورية. غادي نخلط مزيان، غادي نفرغو في المول. هاد المول فيه 24 سنتيمتر. الفران ديالي حتى غادي ندخل الكيك عاد غنشعل عليه على 180 درجة، العافية غير من التحت حتى وكامل طيب، لأن ما تاخد ليناش الوقت بزاف، تقريبا 15 دقيقة وهاد الخليط ديالنا واجد. صافي دابا غادي ندخلها الطيب، ومني غطيب غادي نتلاقاو غادي باش نوجدوا الطبقه الثانيه. كيف كتشوفوا الكاك ديالنا من بعد ما طاب، فحيدته من المول اللي انا طيبته فيه ودرته في الطبق اللي غنقدم فيه مباشره، ودرت ساركل. اللي ما عندوش هاد الساركل فيخلي دائما في المول ديال القراصه البنات. دابا ندوزوا للطبقه الثانيه، الطبقه البيضاء اللي فيها يطرو ديال الحليب. واحد لتر ديال الحليب فيه بيضه، هنا 6 المعالق كبار ديال النشا، هنا 4 المعالق كبار ديال السكر، عصير حامضه والقشره ديالو، علبه ديال ياغورت بنكهه الفاني. هادو هما المكونات. فغادي ندير كلشي نخلطو وغنديرهم فوق النار حتى نحصلو على واحد الكريمه. اول حاجه غادي ندير النشا، قلت 6 المعالق كبار ديال عفوا ديال بودره لا كريم باتيسيير، واللي ما عندوش يستعمل النشا استسمح. هنا انا دايره بودره الكريم باتيسيير، هنا 4 المعالق كبار السكر. غادي ندير معاهم البيضه، نخلط مزيان، وغادي ندير عصير حامضه، وغادي نخلي القشره والياغورت فاني حتى يطيب لينا هذا الخليط. المهم غادي نديرو دابا فوق النار، انا خلطت كلشي على البارد باش تذوب لينا كل المكونات. دابا غادي نديرها فوق النار حتى نحصلو على واحد الكريمه وغادي نتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما عقدت ليا ديك الكريمه، دابا غادي نضيف ليها ديك القشره ديال الحامضه، خليتها هي الاخر باش تبقى ديك النسمه ديال الحامض زوينه بحال هكا. وغادي نضيف هذيك العلبه ديال الياغورت فاني، وغادي نخلط مزيان صافي، ونفرغها فوق الكيك وندوزو عاد نوجدو الطبقه
الطبقه الثالثه اللي هي طبقه ديال عصير البرتقال. نخلط مزيان مزيان حتى تمزج ليا. صافي دابا واجده. دابا غادي ناخذ الكاك ديالنا نتو وغادي نفرغ فوق منه هذه الطبقه. ها واحد الريحه غزاله فاني وحامض رائع بزاف. دابا غادي نخليها حتى وكانت برد ليا بحال هكا. غادي نخليها حتى تبرد وتجمد ليا هذه الطبقه وندوزو نوجدو الطبقه الثالثه. دابا غادي ندوزو للطبقه الثالثه من بعد ما قبطات ليا. المهم غادي نخليها مازال تبرد. غادي نحتاج 200 مليلتر ديال عصير البرتقال فخاش ومصفيينو، يعني نعصروه ونصفيوه من هذوك دوك الحبيبات ديال البرتقال. وغادي نحتاج معاه واحد فلون فاني كبير بالسكر هذا. غادي نخلطهم وغادي نديرهم حتى هما فوق النار حتى يغلى ليا الخليط ونطلقوه باش نفرغوه فوق من الطبقه الثالثه. وها هي التورته ديالنا واجده هنا بالنسبه ليا. بالنسبه للفلون الطبقه الثالثه مني وجدتها دائما كندير المعلقه البنات وبها نخوي هانتو. صافي على هذا الشكل. دابا غادي نخليها حتى وكانت برد ليا مزيان مزيان. وتزيين راه كيبقى اختياري وعلى حسب الذوق ديال كل سيده وشنو متوفر عندها في البيت. دابا خاصها تبرد مزيان، غندخلها للثلاجه على الاقل واحد جوج سوايع ثلاثه ومن بعد نقدموها. وهذه هي التورته ديالنا البنات من بعد ما بردات. فراه درت غير شويه ديال شرائح البرتقال وزين شويه ديال النعناع، وهنا راه كيبان لك حلين شويه ديال الحبوب البافو. فقط هذا الشيء اللي درت. فدابا غادي نحاول نحلها قدامكم. نتورا كتحل يعني ما تت كتحل المقادة. شوفوا هانتو الشكل ديالها كيف كتجي، كيجيو باينين دوك الطبقات الكيك، طبقة ديال الكريمة وطبقة ديال البرتقال والفلون. فهذا هو هذه هي الكيك ديالنا ديال اليوم، طرطة بالبرتقال كتجي رائعة بزاف. فنتمنى انكم تجربوها كاملين، وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بالقناة ديالي قناة شيوات أم العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. انا غادي نقطع لكم في واحد الفيديو سريع باش غتشوفوها كيف كتجي من الداخل وكيف بارزين وباينين دوك الطبقات. دمتم في حفظ الله ورعايته ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.